السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعي على قناتي على اليوتيوب. إذن أشكركم على متابعتكم لقناتي وعلى دعمكم لها، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم الجديد فيما يخص دروس التعليم الابتدائي وخاصة مادة الرياضيات. إذن حصتنا اليوم ستكون حول اختزال الأعداد الكسرية أو ما يسمى باختزال الكسور. جيد، إذن سأبدأ معكم على بركة الله. إذن أول شيء، اختزال الكسور أو اختزال عدد كسري لا بد من إيجاد القاسم المشترك الأكبر بين البسط والمقام. إذن سأبدأ معكم بمثال. إذن مثلا عدد 27 على 63، أولا نبحث عن القاسم المشترك الأكبر وسأعطيكم طريقة ستعجبكم لتطبيقها قصد إيجاد قاسم المشترك الأكبر، فقط سأبدأ بهذا المثال البسيط. إذن 27 على 63، هناك مثال، هنا القاسم المشترك الأكبر بين 27 البسط وبين المقام الذي يساوي هنا 63 هو 9. إذن 27 تساوي 9 في كم؟ 9 في 3، و 63 نفس القاسم المشترك الأكبر هو 9، إذن 63 تساوي 9 في 7. إذن هنا سأختزل ب 9 ويبقى لدي 3 على 7. إذن 3 على 7 يسمى عدد مختزل بالنسبة ل 27 على 63. إذن 3 7 كما قلنا هو اختزال عدد 27 كسر 27 على 63 بعد إيجاد القاسم المشترك الأكبر الذي يساوي 9. إذن هنا سأعطيكم طريقة هنا وتسمى بطريقة طرح المتتابع لإيجاد القاسم المشترك الأكبر بين البسط والمقام قصد إيجاد عدد كسري مختزل لهذه الكسور. إذن هذه الطريقة تسمى بطرح المتتابع. إذن هنا ماذا؟ نطرح دائما العدد الأصغر من العدد الأكبر. هنا نستعمل هذه الطريقة، أظن أنها ستعجبكم، لكي لا نقع في الخطأ عند تحديد أو عند إيجاد القاسم المشترك الأكبر. إذن كما قلت لكم هنا سنبدأ بهذا العدد الكسري. إذن 15 ناقص 3 كما قلت لكم العدد الأكبر نطرح منه العدد الأصغر، ناقص 3 تساوي كم؟ تساوي 12. إذن سأسطر تحت العددين الكسرين الأخيرين على اليمين التي سأوظفهما مرة أخرى طرحهما، سنطرح 3 من 12. إذن العددين الأخيرين سأقوم دائما بعملية الطرح بينهما، العدد الأكبر نطرح منه العدد الأصغر، 12 نطرح منها 3. دائما العددين الأخيرين على اليمين نطرح الأصغر من الأكبر، تساوي كم؟ 12 تساوي 9. نفس الشيء 9 ناقص 3 تساوي 6، و 6 نطرح منها 3 تساوي 3، 3 ناقص 3 تساوي 0. إذن العدد الذي طرحناه قبل إيجاز قيمة 0 هو القاسم المشترك الأكبر. جيد، إذن 3 هو القاسم المشترك بين 3 و 15، فقط طريقة نقوم بتطبيقها قصد إيجاد القاسم المشترك الأكبر بين البسط والمقام. إذن هنا 3 نكتبه هكذا، 3 على، إذن 3 على 3 قصد هنا عدتما 15 على 3، أو نكتب 3 تساوي 3 في 1 و 15 تساوي 3 في 5 ونختزل ب 3. إذن هنا 3 على 3 تساوي 1، 15 على 3 تساوي 5. إذن النتيجة هي 1 على 5. عدد الكسر المختزل بالنسبة للكسر 3 على 15 يساوي 1 على 5. نفس الشيء بالنسبة للعدد الكسري الموالي 3 و 42 على 24. جيد، إذن دائما نقوم بتطبيق الطرح المتتابع كما فعلنا هنا. إذن 2 العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر، 42 42 ناقص 24، إذن تساوي كم؟ 8 18.
إذن 24 ناقص 24 تساوي 18 مسطر تحت هذا الزيت التي سأطبق عليهما عملية الطرح. دائما العدد الأكبر نطرح منه العدد الأصغر بالنسبة للعددين الأخيرين هنا على اليمين. إذن 24 ناقص 18 تساوي كم؟ تساوي 6. جيد. نفس الشيء 18 ناقص 6 تساوي 12. ثم 12 ناقص 6 تساوي 6. وفي الأخير 6 ناقص 6 تساوي 0. إذا العدد الأخير قبل الصفر هنا قبل الحصول على القيمة 0 هو 6. إذا 6 هو القاسم المشترك الأكبر بين 42 و 24. بسيط جدا. إذا نكتب هنا إذا 42 تساوي قلنا هذا القاسم المشترك بعد تطبيق تقنيات أو طريقات الطرح المتتابع حصلنا على 6. العدد الأخير قبل الصفر 6 هو القاسم المشترك. إذا 42 تساوي 6 في كم؟ أو مقسوم على 6 أو مقسوم على 6 في المقام نفس الشيء. إذا هنا 42 تساوي 6 في 7 على 24 تساوي 6 في 4 تساوي كم؟ إذا هنا نختزل بالعدد 6 ونصبه في المقام يبقى لدي العدد 7 على 4. إذا 7 على 4 هو العدد المختزل بالنسبة للفصل 42 على 24. جيد. الآن نمر إلى العدد الكسر الموالي 60 على 18. 60 على 18. إذا دائما العدد الأكبر 60 ناقص العدد الأصغر 18. 60 ناقص 18 تساوي كم؟ 2 هنا 4. إذا 60 ناقص 18 تساوي 42 هنا اعتبار العددين الأخيرين على اليمين العدد الأكبر ناقص الأصغر. إذا 42 ناقص 18 تساوي كم؟ 12 24 تساوي 24. بعد ذلك نفس الشيء 24 ناقص دائما العددين على اليمين الأخيرين نطرح أصغر من العدد الأكبر. بسيط جدا طريقة الطرح المتتابع 24 ناقص 18 تساوي كم؟ تساوي 6. نعم تساوي 6. ثم 18 ناقص 6 تساوي 12. ثم 12 ناقص 6 بسيط جدا ناقص 6 تساوي 6. ثم 6 ناقص 6 تساوي 0. العدد الأخير قبل الحصول على نتيجة الصفر العدد الأخير قبل الصفر هو 6. إذا القاسم المشترك الأكبر بين البسط هنا والمقام 60 على 18 هو 6. بطبيعة الحال عند إيجاد القاسم المشترك الأكبر يسهل علي أن أعتزل بالكسر أو العدد الكسري. إذا 60 أكتب هنا 60 هنا أقسم البسط والمقام على نفس القاسم المشترك الأكبر أو أحول 60 إلى جدة تساوي 6 في كم؟ 6 تساوي 6 في 10 على 18 تساوي دائما القاسم المشترك الأكبر في كم؟ في 3. 6 في 3. إذن أختزل بالعدد 6 في البسط وفي المقام يبقى لدي 10 على 3. جيد. 10 على 3. إذن هذا هو اختزال العدد المختزل بالنسبة ل 60 على 18. نمر الآن إلى العدد الكسري الموالي الرابع هنا 42 على 16. نعم بتطبيق طرح دائما الطرح المتتابع هنا إذن 42 سأطرح العدد الأصغر الأكبر. إذن 42 ناقص 16. 42 ناقص 16 تساوي كم؟ هنا 6 26. إذن 26 ثم أطرح 16 من 26 أو 26 ناقص 16 تساوي كم؟ تساوي 10. ثم 16 ناقص 10 تساوي 6. بعد ذلك
أطرح 6 من 10 تقريبا العددين الأخيرين هنا على اليمين. 10 ناقص 6 تساوي 4، ثم 6 ناقص 4 تساوي 2، ثم 4 ناقص 2 تساوي 2، ثم 2 ناقص 2 تساوي 0. إذا العدد الأخير قبل الصفر هو 2، وبالتالي 2 هو القاسم المشترك الأكبر بين 2 و 4 و 16، بين البسط و المقل. إذا أقوم هنا ب 42، هنا 42 على 2 ومقسم البسط على المقل على 2، كذلك 16 على 2. إذا العدد هنا سيساوي 1، 42 على 2 تساوي 21 على المقام هنا يساوي كم؟ 16 على 2 يساوي 8. إذا هذا هو العدد الكسر المختزل بالنسبة للكسر 42 على 16. إذا أعزائي المتتبعين، بعد دراسة مثال بسيط جدا قلنا أنه الاختزال عدد كسري، لا بد من إيجاد قاسم المشترك الأكبر بين البسط وبين المقام ليسهل علينا بطبيعة الحال إيجاد نتيجة أو إيجاد اختزال هذا العدد الكسري المطلوب منا اختزاله. إذا هنا وبعد دراسة هذه الأمثلة هنا بتطبيق طريقة طرح المتتابع، قصد ماذا؟ لكي لا نقع في الخطأ عند تحديد أو عند إيجاد القاسم المشترك الأكبر. إذا أظن أنه بسيط جدا ما درسناه في خلال حصة اليوم. أتمنى أن تستفيدوا معي خلال هذه الحصة البسيطة والتي تخص اختزال الأعداد الكسرية، إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد، وشكرا لكم على المتابعة.